السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله بخير، وياكم اخوكم عبد الله سعود الشمري. طبعا هواي المتابعين على اليوتيوب وعلى الفيسبوك طلبوا من يمي انه اسوي لهم مراجعه على طباخ يكون سعره مناسب. شلون سعره مناسب؟ يعني يريدون طباخ بفرن وبمشاعل فوق، ويكون سعره ما يتجاوز ال 200,000 او ال 180,000، لان يعني اغلب الطباخات المتوفره بالعراق حاليا الاربع عيون يكون سعره من 200 فما فوق، يعني توصل حتى ل 400,000 دينار. بهذا الفيديو جبنا لكم طباخ ما راح يتجاوز سعره ال 160,000 دينار، ويحتوي على كل اللي تريده انت. انت شو تريد يعني كمستخدم؟ تريد فرن وتريد مشاعل بغاز، وايضا هذا الطباخ بمميزات راح نتكلم عليها اليوم. لكن قبل كل قبل لا نتكلم على الفيديو، قبل لا نبدا بالشرح، مثل كل مره ومثل ما عودناكم، تصلون على النبي محمد وال محمد وتفعلون زر الجرس والاشتراك بالقناه. بالبدايه راح نتكلم لكم على شكل الطباخ الخارجي. طبعا الطباخ هذا يجي فقط بلون واحد اللي هو اللون الابيض، راح يكون اربع مشاعل، وراح يكون صناعه ايطالي تجميع تركي. يعني الطباخ بنقول لكم صناعه ايطالي، المشاعر المستخدمه ايطاليه، فرن ايطالي، لكن تجميع غراض راح تكون تركيا. فتصنيع ايطالي تجميع تركي ضمان بي سنه وسبعه ايام استبدال. شكل الطباخ تقرب له من محمد، راح يكون اربع ثلاث مشاعل بي، او نقدر نقول اربع مشاعل. عندكم هذه مشاعل غازيه، وعندكم وحده عين كهربائيه. راح تستفاد من يمها، وراح يستفاد من يمها اللي تكون عندهم الكهرباء مستقره مثل ما ملاحظين، واللي تكون عندهم الكهرباء مستقره ما تنقطع مثل المجمعات بسمايه، وايضا المناطق عديده ببغداد. انا حاليا اتكلم لكم على بغداد، مثل زيونه او المنصور راح تكون بها الكهرباء مستقره اعزائي، وراح يكون يعني المستخدم يقدر يستفاد الهيتر منها اذا بحاله الغاز مو موجود، او اذا الغاز موجود تقدر انت تبدل حسب حاجتك، يعني اثنين في واحد. وايضا راح يكون الفرن مالته تقرب لمحمد، الفرن مالته راح يكون كهربائي مثل ما ملاحظين، وراح يحتوي على صينيه بيتزا وايضا سلة. هذه تقدر تستفاد منها انت كمستخدم، لكن الفرن راح يكون فوق جوه كهربائي، وتقدر تتحكم به عن طريق هذه الازرار. العفو، تقدر تشغل الفوق واحد، تقدر تشغل الجو واحد، تقدر تشغل الفوق والجو واحد حسب احتياجك انت. طبعا هاي الازرار عندنا ازرار تحكم الطباخ، عندك هذين الازرار تحكم بالغازيه، وهذا الشيء تقدر تتحكم بالعين الكهربائيه. العين الكهربائيه تبدا من 40 درجه الى الماكس 325 درجه، ولا ننسى ايضا بيجي الداحه كهربائيه. طبعا العيون المستخدمه بهذا الطباخ راح تكون عيون بوري منوزل، اي يعني راح تعطيك نار زرقاء كلش راقيه، وما راح يكون بيها اي تقطيع او اي صفار بالنار، لانه نظام البوري يعطيك نار زرقاء وهاديه، ويسهل مرور الغاز بالبواري اكثر من النوزل، لان النوزل يحب غاز. يعني احنا كلنا نعرف بالعراق الغاز مالتنا تعبان، ويجي مخلوط بعده مواد، فما راح يعطينا نار زرقاء بالنوزل، لكن بالبو راح يعطينا نار زرقاء والنار اللي احنا نحتاجها. كشكل طباخ وكقياس قلنا لكم اربع مشاعل، المشاعل ثلاثه غازيه ووحده كهربائيه، وفرن غازي جداحه موجوده به نظام سيفتي، وايضا المشاعل المستخدمه من هاي الشركه سابر. لا ننسى اخر شيء عندنا هذا القبر، من خلاله نقدر نحمي الطباخ او نقدر نسده حسب احتياجكم انتم. بهذا الفيديو تكلمنا لكم بشكل سريع ومفصل على طباخ السترونج. هذا الطباخ انا اشوفه مناسب للي ما عندهم امكانيه يشترون الطباخات الغاليه، هذه الطباخات يكون سعرها مناسب ونوعيتها جيده جدا، وايضا بها فرن وبها عيون غازيه وكهربائيه، يعني جامعين لك شغلتين بجهاز واحد. اتمنى تكونوا استفادتوا من هذا المقطع. قبل كل شيء، او العفو قبل ان ننهي الفيديو، سعر هذا الطباخ 159,000 دينار. اتحدى اي شخص يقدر يلقى طباخ فرن فوق جوه خمس اربع مشاعل عين غازيه وثلاث عيون غازيه ووحده كهرباء بهذا السعر، مستحيل على سعر صرف الدولار بتاريخ اليوم او بتاريخ هذه الفتره، مستحيل تلقى بهالسعر هذا طباخ 159,000 دينار. اغلبيته راح يكون 220 200، ارخص واحد 190 او 200,000 ويصعد ل 400,000، لكن بهالسعر هذا راح يكون انسب طباخ نقدر نشرح احنا بصفحتنا، اربع مشاعل فرن فوق جوا. اتمنى تكونوا استفادتوا، واذا عندكم اي منتج ثاني تريدون نسوي عليكم مراجعه اكتبوا لنا اياه بتعليق، راح نسوي لكم عليه مراجعه بالايام الجايه. حياكم الله والف هلا بكم.